بيت حرمنا من لا ليبرتي وما حرمناش بحب السفرة. اهلا بكم سيداتي وسادتي في الفيديو الجديد واللي خصو هذه المره ليوسف النصيري بعد ما خصنا الفيديو الاخير لحكيم زياش. يوسف النصيري هو من اللاعبين المجتهدين، من اللاعبين الاوفياء، من اللاعبين الكرماء، من اللاعبين اللي عندهم سيره ذاتيه حسنه اللي جالته اليوم يكون محط انظار العالم باسره بعد ان مر بفتره فراغ في كاس افريقيا الامم الماضيه وفي بداية الموسم مع إشبيلية كأس العالم. ووليد الرقاقي حول الفريق، حول اللاعب إلى لاعب مهاري بامتياز. اليوم نحاولوا نشوفوا مسيرة النصيري منذ أول وهلة وحياته وعلاقة ديال الوطيدة مع مدينة فاس ومع فريقه الأم المغرب الفاسي اللي لعب فيه فقط حتى السن 12 قبل أن ينتقل إلى أكاديمية محمد السادس. هناك لاعبين في المغرب الفاسي اللي لعبوا مع الفريق الاول وفازوا بالالقاب ونساو الفريق ديالهم، ما بقاوش عندهم سياسه الاعتراف عكس النصيري اللي لم ينسى ابدا فريقه الام. يوسف النصيري ذهب من المغرب الفاسي إلى أكاديمية محمد السادس في مدينة الرباط وعمره لا يتجاوز 12 سنة، يعني أي لاعب تشبه له كان يمكن له ينسى نهائي الفريق ديالو اللي ترعرع فيه في الصبا ديالو ومن كان صغير وطفلا صغيرا، وتكوين ديالو في الأكاديمية لم ينسيه ولو لحظة في فريقه الأم فريق المغرب الرياضي الفاسي وفي مدينته مدينة فاس. كيفاش بعد التكوين ديالو بأكاديمية محمد السادس واللي كان فيها النصيري من نجوم الأكاديمية هو أنا ذاك هو حمزة منديل، كيفاش اليوم النصيري بعد ما خرج من الأكاديمية وعمره لا يتجاوز 17 سنة وذهب إلى ملقا كيفاش ترعرع وكيفاش تطور بشكل ملفت ولعب للمنتخب الوطني المغربي وعمره صغير منذ كأس إفريقيا الأمم 2017 اللي سجل فيها هدف رائع، ثم نودي عليه في آخر لحظة لكأس العالم 2018 وسجل هدف خرافي ضد ديجيا اللي اليوم سجل له هدفين بعدما سجل له الأسبوع الماضي هدف، يعني النصيري لحد الآن سجل 4 أهداف على ديجيا. النصيري بعد ذلك 2019 كان هداف للمنتخب الوطني المغربي في مصر في كأس إفريقيا للأمم حيث سجل ضد الكوت ديفوار ثم ضد البنين، ثم في 2021 وسجل مرة أخرى في كأس إفريقيا الأمم بالكاميرون رغم أنه لم يكن في أحسن أحواله لأنه كان عاد من إصابة التي كانت قد أبعدته عن الميادين أكثر من شهرين، ومع كل أسف في ذلك اللحظة بزاف ديال المغاربة أداروا ظهرهم للنصيري وأصبحوا ينتقدونه بشكل غريب حيث ما قليل ما سمعنا جمهور جوج بوشيات على الكعواش سبوا لأمه سبوا لأباه، تخرج واحد التصريح رغم أنه قوي وقوي بزاف من ناحية يعني المونطال ديالو لكن تخرج واحد التصريح عقلتيو في الكاميرون قال لهم عندنا مواطنا وعندنا مواطنا وعندنا مواطنا ومواطنا تيسمعوا هادشي كله، وبالتالي لم يغفر له المغرب ذلك وكنت من أشد المدافعين عنه وكانوا يتهمونني أني أدافع عنه فقط لأنه ابن المغرب الفاسي، لكن الواقع هو أنني لم أدافع في حياتي على أبناء المغرب الفاسي لأنه ما كانش يستحق المنتخب الوطني المغربي، لأن تنعرف ندير الفرق بين المنتخب الوطني المغربي اللي تيمثل الوطن وفريق المغرب الفاسي اللي تيمثل المدينة وتيمثل الطفولة. بعد ذلك جاء وليد الرقاقي ودار الثقة ديالو الكاملة في النصيري ودار كأس العالم جميلة شل فيها هدفين خرافيين لا ضد فريق كندا وخصوصا ضد فريق البرتغال، ومن بعد منذ ذلك الحين اليوم النصيري سجل الهدف 15 ديالو في سنة 2023 15 الهدف 2023 وكان وراء تأهل إشبيلية إلى ربع نهائي إلى نصف نهائي الأوروبا ليج بعد أن قلب موازين المباراة في أولد ترافورد حيث دخل والفريق ديالو منهزم 2-0 وسجل هدف التعادل ثم دخل اليوم ولعب المباراة كاملة
واستحق أحسن نقطة 8.7 وسجل هدفين اثنين. نشوفوا الهدف الأول، نشوفوا الهدف الأول هنا. نشوفوا الهدف الأول، هدف جميل كان، في هدف اللي كان سجل ضد فريق كوت ديفوار بالقاهرة، ثم سجل الهدف الثاني، هدف جميل واللي أعطى هذه الفرحة كلها لجماهير إشبيلية التي لم تعد تهتف إلا بأنصيري منذ الأسبوع الماضي، حيث الكونت تويتر ديال إشبيلية قال لهم قولوا شي جملة في النصيري، وكانت جمل خيالية منها سأصبح مسلمة من الآن بفضل النصيري، منها أصبحت أحب المغرب بفضل النصيري، منها النصيري أحسن لاعب في إشبيلية. يمكنكم تدخلوا التعليق، واليوم إشبيلية عود نفس الكرة وعود قال لهم أعطونا جملة فيما يخص عطاء النصيري في مباراة اليوم، وكانت تعليق خيالية. يمكنكم تدخلوا الكونت تويتر إشبيلية كاين فيها هادشي كله وتتبعوه. باش نرجع للنصيري والظلم اللي تعرض عليه من طرف المغاربة، النصيري أجاب في الملعب، لم ينزل يديه، واليوم أصبح مطلوبا في أكبر الأندية الأوروبية، ولا محالة سيذهب في نهاية الموسم لفريق كبير. أتمنى أن يكون في إنجلترا، لأن النصيري واللاعب ديالو، طريقة اللاعب ديالو تتماشى 100% مع الكرة القدم الإنجليزية. أنا رجع النصيري في السيرة الذاتية ديالو. النصيري منين كان مشى للمالاغا كان باقي صغير، بعد كأس العالم ديال 2018 انتقل ب7 مليون أورو آنذاك إلى ليغانيس، وفي 6 أشهر الأولى وعلى حسب بعض الدبلوماسيين في سفارة المغرب بمدريد كان مازال صغير باش يخرج ويضيع الفلوس، ولكن منذ ذلك الحين أصبح عنده سيرة كبيرة، وأصبح يعني داك الفلوس التي قبضت شي بهم الأراضي في فاس، ما نساش المدينة ديالو إلى فيستي أفاز، ويقوي الثروة ديالو في فاس، وتعاون بزاف الأصدقاء ديالو، أصدقاء الطفولة، وتعاون بزاف العائلة ديالو، وما عمره في حياته انسى لا فاس لا الحومة ديالو لا فريق المغرب فاس، رغم أنه لعب فقط حتى 12 عام. وهنا تيبان لك بأن السيد أصيل، أصيل بمعنى الكلمة، لأن مع كل أسف كاين اللاعبين اللي نسوا الفريق ديالهم واللي نساقوا وراء الشعبية الزائفة والجماهير باش يديروا لهم خاطرهم، وما كاينش نعطي الأسماء. النصيري يتابع يعني فريق المغرب الفاسي بطريقة يعني مسترسلة، لا يضيع ولا مباراة واحدة للمغرب الفاسي، وهناك من يقول أن حتى وهو يستعد لخوض مباراة رسمية مع إشبيلية وتكون المغرب الفاسي لعب في ذاك الوقت، تيحل التليفون ديالو وتيشوف الماتش تنزل تكمل عاد تيتكونسونطرا مع الماتش. كان لوبيتيكي مخليه يدير هادشي، ما عرفوش هادشي الآن باقي كاين ولا باقي كاين، ولكن فينما النصيري تيكون عنده شي وقت خاوي ولا شي يومين ديال العطله تيمشي لفاس وتيمشي يتفرج في المغرب الفاسي وتيمشي لتدريب المغرب الفاسي وتيشجع لاعبي المغرب الفاسي، وكان وراء جلب بعض اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا في اوروبا المغرب الفاسي، ويعني تيحس براسو شخص من عائله المغرب الفاسي بامتياز. جمهور المغرب الفاسي يبادل نفس الحب ونفس الشوق ونفس الشغف. أنا صحيح أني أحبه كثيرا، وهذه القضية ديال الحب المغرب الفاسي داخلة في الحب ديالي ليه، لأن تعجبوني الناس اللي ما تنسوش منين جاوا، ما تنسوش أصلهم، ما تنكروش الجميل، الناس اللي تعترفوا بكل ما يعني دوزوا في الفريق ديالهم الأم، رغم أن التكوين ديالو كان أكثر في الأكاديمية، ولكن الفريق الأول، وما الحب إلا للحبيب الأول. فنصيري مثال وقدوة للاعبين المغاربة المحليين، وتبين لهم بأن إذا جدوا واجتهدوا فسيصلون إلى أعلى مستوى. شكرا يوسف نصيري وبرافو، وأنا فخور بك أولا كلاعب المغرب الفاسي ثم كلاعب المنتخب الوطني، وأنا مؤكد بأن نصيري سينهي مسيرته وهو أحسن هداف في تاريخ المغرب. ديجا نصيري سجل في 5
منافسات كبيرة متتالية، كأس أفريقيا 2017، كأس العالم 2018، كأس أفريقيا 2019، كأس أفريقيا 2021 وكأس العالم 2022، خمس غاد سان غراند كومبيتيسيون شارك فيهم خمسة. الآن مصيري هو أحسن هداف في تاريخ المغرب في كأس العالم بثلاث أهداف، فات تباصير اللي كان سجل جوج أهداف في كأس العالم 98. الآن مصيري وعمره لا يتجاوز 25 سنة لحد الآن هو أحسن هداف في المغرب في كأس العالم، وديجا مشل في الكومبيتيسيون كلهم، ومازال مصيري يقدر يلعب جوج ولا ثلاثة ديال كؤوس العالم ويلعب بزاف ديال كؤوس إفريقيا، لأن حبه للوطن لا يناقش والشغف ديالو بالبلد ديالو لا يناقش. أنت قدوة للاعبين المحليين المغاربة، أقولها للمرة الألف، برافو وشكرا على كل ما تقدمه لنا، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. شكرا للجميع.